احنا لدينا جناح متكامل او مبنى خاص بمصر في اكسبو 2020، مساحته تتجاوز 3000 متر، من خلاله بنعرض كل المشروعات القومية اللي تمت على أرض مصر خلال السنوات السابقة، بنعرض إنجازاتنا، وفي نفس الوقت احنا ما نقدرش ننكر ان احنا لدينا عراقة ولدينا حضارة، فاحنا برضو بنعرض الحضارة المصرية القديمة من خلال عرض نموذج من احد الاكتشافات الحديثة، بالإضافة لبعض من المستنسخات الأثرية. الشعار للمعرض حضارة تعزز المستقبل، حضارة لأن لدينا حضارة نعتز بيها، ولدينا حاضر فرض نفسه في مشروعات قومية كل العالم بيتباهى وبيتكلم على ما يتم إنجازه على أرض مصر. مشروعات قومية احنا بمعدل يعني بشكل مستمر، مش عايز أقول بمعدل أسبوعي، احنا بنفتتح أحد المشروعات القومية اللي هي كل العالم بينبهر بما تم إنجازه على أرض الواقع. من خلال إكسبو هيتم عرض كل هذه الإنجازات. تجربة مصرية بتسير في محورين: ضرب الإرهاب ومقاومته، وفي نفس الوقت المضي في مشروعات التنمية بمعدلات سريعة جدا. التجربة المصرية أصبحت هي التجربة الأنسب، كل الشعوب العربية تواقة لهذا النموذج، مشروعات وكباري وطرق ومزارع سمكية ومزارع حيوانية، والحقيقة أصبحت ما يحدث في مصر نموذج الناس بتحتذي به.